السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لخوتنا الطيبين وحبابنا وصحابنا والناس اللي تيحبونا وتيدعمونا وتيشجعونا، وشكرا على الدعوات ديالكم وبارتاج ديالكم، والله إلا جزاكم الله خيرا. وشكرا للناس اللي تيحبونا وتينصحونا، والله إلا كنستافدوا من النصائح ديالكم، جزاكم الله خيرا. وكناخذها بعين الاعتبار، والله العظيم تناخذ بالنصائح ديالكم الخوت والتوجيه ديالكم والدعم ديالكم، تناخذوه بعين الاعتبار ان شاء الله. ولولا ما كناش ناخذوه ما كانش رب العالمين يفيدنا بكلامكم. ف الانسان يستمع القول فيتبع احسنه، هادو ما اولي الالباب اللي ذكرهم الله في القران، فنسال الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا منهم. فشكرا اللي تيحبونا و تينصحونا و تيوجهونا و تيعطيونا واحد، يعني حبونا بالصح وحبوا حتى القناه ديالنا وحبوا المحتوى اللي كنقدموا و تيشجعونا على المحتوى يكون في المستوى، جزاكم الله خيرا. وكاين الناس اللي كيدعوا كيحطمونا وعدياننا وعدانا في الحرفه، تيقول لك خوك في الحرفه راه عدوك. كاين بعض الناس سبحان الله شي مواقف من بينها شي ناس كانوا تيطلبوني، يعني تيقول لك تيشوفوا شي سياره هنا في قنيطره، تيقول له تتعرف ولد رحيم ومصطفى كذا، تيقول له انت شوف لي الطوموبيل، تيطلبني نشوف له انا الطوموبيل. فتجنبت هذه القضيه الخوت، راه ما نقدرش نديرها. تنعتذر، علاش؟ حيت ما يمكنش نبقى اخوتي في الحرفه نبقى نخسر لهم. انا ماشي ما تنديرش سمسار، ما تنديرش وسيط. شكرا على التوجيه ديالكم الطيب وكلامكم الجميل ودعواتكم المباركه، وهذا تيشجعنا كثار باش كما قلنا نعطيو ان شاء الله اللي محتوى اللي يكون في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويزيد يشجعنا وتتعاونوا معنا عاوتاني، حنا كنديروا جهدنا باش ما نحشموكمش. وجزاكم الله خيرا كاملين، واحبكم الله. السلام عليكم.